سولف معانا ناخذ ونعطي، واللي جمعنا عالهوى احلى كلام. سوالفنا جميلة فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة على الهوى. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والبركة. مستمعينا الأحبة، ربي يسعد مساكم بكل الخير وبكل السعادة يا رب العالمين، ومرحبا بكم معنا في سولف معنا مع حلقة أخرى متجددة ومع سالفة جديدة. نتمنى بمشيئة الله تعالى تنال رضاكم واستحسانكم. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج سولف معنا، إن شاء الله راح نكون معاكم من الواحدة وحتى الثانية ظهرا بمشيئة الله تعالى. سالفة خفيفة تحصل كثير، ويا مكثر مثل هذه المواقف اللي تحصل مستمعينا، ولكن اليوم إن شاء الله يمكن الطرح شوي مختلف. لكن قبل ما ندخل في موضوع الحلقة نذكركم بفريق العمل: إيمان الحسنية، عيد البلوشية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي، وفي الإخراج أيمن الحبسي. مثل الحجار نسيت قلب يحبك طول الزمان، وطيت لك راسي ودنيت، ومثل الحجر لك قلب ملا. لا من سكن يا من تناسيت قلب يحبك طول الزمان، وطيت لك راسي ودنيت، ومثل الحجر لك قلب ملا. إذا من الواحدة إلى الثانية ظهرا، وموضوعنا اليوم عن النسيان. هذه المرة عزيزي المستمع النسيان يمكن بطريقة مختلفة. هل هناك طرق أنت ابتكرتها عالجت من خلالها النسيان؟ يمكن ناس كثيرين يتورطوا بالفعل مع مشكلة النسيان، مواقف كثيرة الواحد يجلس يحكيها ما بيخلص، لكن في ناس بالفعل وصلت لدرجة أنها لا، صرت أساعد نفسي وأبتكر بعض الطرق اللي تساعدني على القضاء على النسيان نوعا ما. إذن هذا الموضوعنا اليوم مستمعينا، هل هناك طرق معينة ابتكرتها أنت شخصيا لعلاج النسيان؟ راح نستقبل إن شاء الله تعالى كذا مشاركاتكم عبر الرسائل النصية القصيرة على 90484، أو أيضا على الوسم من خلال تويتر على طبعا سولف معانا، أيضا على أرقام التواصل 24640233، أو على الرقم 24640234. إذن مرحبا بكم مستمعينا، وإن شاء الله تعالى كذا مستمرين معاكم ومتواصلين حتى تمام الثانية. الحين الساعة 1:08، لكن إحنا مستمرين معاكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة الثانية ظهرا. موضوعنا اليوم شيق أيضا وممتع، لأن ليش نتكلم عن النسيان؟ ودائما البيت الشعري يقول: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وللقلب إلا أنه يتقلب. وعموما موضوعنا اليوم عن النسيان، تابعونا، وأوقات ممتعة، لحظات شيقة تقضوها بصحبتنا بمشيئة الله تعالى. أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي
مشموم من أبدا ولا أفكر فيه أبدا أهدى لي مشموم من أبدا ولا أفكر فيه أبدا ده مستحيل قلبي سولف معنا. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى سوالف من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية على الهواء سولف معانا عزيزي المستمع سولف معانا وعلى الهواء موضوعنا طرقك اللي أنت ابتكرتها لعلاج مشكلة النسيان. طيب إيش هو النسيان؟ النسيان هو عدم القدرة على استحضار معلومة من معلومات عند الحاجة إليها. هذا اللي يحصل إنه فجأة أريد أتذكر معلومة شيء معين حطيته ما قادر أتذكر وين حطيته، هنا المعلومة ما تجيني ما أكثر شيء أيام الاختبارات بعد إيش معنى؟ يمكن عشان نكون يعني منشغلين واجد بس بالمذاكرة يمكن. ويمكن يعني ما نركز على الأمور الثانية، وبالتالي لأن ما ركزنا يمكن ضيعنا الأشياء يعني أو أغراضنا. إن شاء الله تعالى إذا نحن راح نتكلم عن النسيان. مدري أنا حاسس يعني فيني حاجة لا اليوم شوية مخبصة ناسي. وحاجة ناسي شيء ما أعرف يا أخي، أنا داخل الاستوديو عايدة وغادة ومدري أحس إني ناسي حاجة يعني، بس شو هي للأسف ما أعرف إنها بعد هذه وحدها مشكلة. إيه. إذا أنا ما ناسي حاجة ناسي حاجة ما أعرفها، بس شو هي الله أعلم ما أدري يعني أنسى شيء أدور عليه ممكن يعني، أما إني أنا ناسي شيء ما أنا شيء كذا ما فهمته يعني يا سيف. ورقة معينة بعدك ما أعرف إيش ناسي يعني بالضبط. أيوة. شو ولكن ما علي، أعتقد أنه بعدين بتعطوني حل أنتوا لهالمشكلة إن شاء الله. خبروني شو الأشياء، شو التقنيات شيء. شو التقنيات اللي أتبعها علشان أستحضر الشيء اللي ناسنه، بتخبروني بعدين أوكي؟ طيب إن شاء الله. بس أنت خبرني عن الشيء اللي ناسنه. أنا وحدي ما أعرف، لو أعرف صحيح بس وحدي ما أعرف شو الشيء. عموما ما عليه، المخرجنا يقول في اتصال، نقول السلام عليكم مساء الخير. يا مرحبا وسهلين، مساء الخير. راح روح الاتصال. خلنا نشوف رسائل النصية ونذكر المستمعين برقم الرسائل النصية. رسالتكم النصية تبعثوها على 90484. أما تغريداتكم مستمعينا ابعثوها على هاشتاج سولف معنا. طيب لو جينا نسولف عن أنواع النسيان، في ثلاث أنواع للنسيان، هو النسيان سلبي ونسيان إيجابي، وأيضا اللي هو التناسي، إن الشخص يتظاهر إنه هو ناسي شيء بس هو من الأساس أصلا ما يكون ناسينا، في الحقيقة هو متناسي، والفرق واضح في حيث أن الناس تكون صورة الشيء عنده غائبة، بينما المتناسي تكون الصورة عنده حاضرة ولكن لقلة اهتمامه وعدم جديته بالموضوع. النسيان السلبي يكون للإنسان دور واضح في إيجاده من خلال عدم تركيزه على المعلومات. النسيان الإيجابي خارج عن إرادة الإنسان لأسباب وظروف موضوعية خاصة، ومظهر من مظاهر الرحمة الإلهية على الإنسان في حالة إصابته بالمصائب والأوجاع. علشان كذا نقول غادة، النسيان نعمة من رب العالمين،
انا ارجع لنقطه التناسي. ها عايده، موضوع التناسي، في فرق، لازم الواحد يفرق ما بين النسيان وما بين التناسي. انا اعتقد من وجهه نظري الشخصيه النسيان يعني يصير بطريقه يعني غير مقصوده، غير متعمده، فقط كذا الواحد ينسى. اما التناسي لا، انا متعمد اني اتناسى الشيء وانساه. صحيح هالكلام عايده؟ يعني الحلو انه بتدخل مني اساعد نفسي على النسيان، وهذا اللي احنا نقصده اليوم. يمكن احنا موضوعنا اكثر عن التناسي، أو أنه لا، إحنا نتكلم عن الطرق العلاجية نعم للنسيان، ولكن هذه طريقة أيضا مناسبة جدا أنه الواحد يتدخل أيضا بنفسه أنه ينسى بعض الذكريات مثل المؤلمة، بعض الأحداث الحزينة. ولكن اليوم إحنا موضوعنا مستمعينا عن طرق أنتوا ابتكرتوها لحل مشكلة النسيان. أيضا نقطة أن يعني النسيان الإيجابي، سبحان الله، يعني فعلا هي رحمة من رب العالمين أن الواحد ينسى أحزانه، نعم، ينسى الأحداث المؤلمة اللي مرت عليه في حياته، مثلا فقد عزيز. مع الأيام أنت طبعا ما تنسى، هو أنت تنسى الحزن، ويمكن تبدأ تساعد نفسك أنك تتذكر ذكريات الحلوة معه. صحيح، لو ما كانت موجودة نعمة النسيان لمات الإنسان هما وكما وكذرا. عموما في اتصال مخرج ما علينا، ناخذ الاتصال. أيمن، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، ايش اخبارك؟ مساء الخير. مساء النور. الله يعطيكم العافيه. اول شيء نشكركم على هذا البرنامج كامل، على الافاضل القائمين على هذا البرنامج، جدا سلام. شكرا لكم. تسلم. شكرا. من وين من يكلمنا؟ احمد عبد الله سليمان البلوشي، معك من ولاية السويق. احمد البلوشي. نعم احمد، كذا خبرنا عن والله النسيان يا أستاذ، النسيان عدم الراحة النفسية. عدم الراحة النفسية وكثرة القلق المتزايد يؤدي إلى النسيان. عندي موضوع ثاني أستاذة. تفضل. ألو. نسمعك يا أحمد فيما يرتبط بالموضوع النسيان. احنا موضوعنا اليوم يا احمد، حياك الله، وش معانا من جديد. انا اقول لك موضوعنا اليوم عن النسيان، موضوع الاكتئاب في المره الثانيه. اها، ما مشكله، ان شاء الله تعالى بنخصص حلقه اذا يعني مع طاقم العمل راح نتفق ان شاء الله ونخصص حلقه حول موضوع الاكتئاب. لكن احنا موضوعنا اليوم عن النسيان. ما ادري يا احمد، عندك مداخله، عندك اضافه في هذا الموضوع؟ والله بس هذا اللي قلت، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. تسلم تسلم. انت ذكرت نقطة مهمة اللي هي القلق والتوتر النفسي، هي اللي وعدم الراحة اللي ربما النفسية هي اللي تسبب، هي عدم الراحة النفسية هي تتكاثر عليها النسيان. نعم صحيح فعلا. عموما شكرا لك يا احمد. شكرا لك. تسلم على المداخله. يمكن هو يعني ذكر احد الاسباب اللي تخلي الواحد انه ينسى القلق، التوتر، الراحه، او يعني المشكلات النفسيه، يمكن جراء الاهتمام بزياده في المسؤوليات والضغوطات الحياتيه. في اتصال اخر. انا عندي مشكله ترى في النت، لا رسائل ولا تغريدات ولا غيره. ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين اختي، شلونك؟ الحمد لله تمام. معنا معك ماجد الهودي. يا اهلا وسهلا فيك يا ماجد. يا مرحبا بك والله. تفضل يا ماجد، متابعنا. اول شيء اهنيكم على البرنامج المشوق والممتاز الصراحه. تسلم يا ماجد. شكرا، سهلا فيك يا ماجد. متابعكم من فتره صراحه، من بدايه البرنامج، لكن اول مره اشارك وما اريد اطول. تشريف تشريف يا ماجد، حياك الله معنا، وسعيدين بامانه بمشاركتك يعني الاولى في البرنامج. الله يخليك. اعتقد الله عرفت موضوع سالفتنا اليوم ماجد. ايه والله، عن النسيان. عن النسيان. ها عندك مداخله، شيء عندك حاجه تحب تقولها، عندك طريقه مواقف معينه مع النسيان؟ والله هو بصدق انا مستغرب من نفسي يعني. شو اقول لك، انا من النوع اللي عندي ذاكره الحمد لله رب العالمين قويه. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يخليك. اذا رحت مكان اول مره مثلا، خلاص هذاك مكان احافظه لين يعني. حتى لو رحت له بعد 10 سنوات مره ثانيه، خلاص هذاك مكان انا صرت حافظه. ما شاء الله ما شاء الله. او اذا حد صار عندي موقف عند شخص معين او حاجه، ما انسى هذا الموقف نهائيا. لكن اللي محتار منه واللي مستغرب منه، ان اذا مثلا بكره عندي شغل في مكان معين او زار معينه، اقوم الصبح نافي. اوه شو عندي اليوم. سبحان الله، في تناقض ماجد. يعني ويش اقول لك،
حاجة غريبة والله. يمكن سبحان الله حسب التركيز، يعني يمكن لأنك أنت تحب يعني تحفظ الأماكن تروح لها، هنا يعني تقدر تخزن المعلومة. صحيح. أما الواحد لما ما يركز في بعض الأمور صح ينساها على طول. صحيح. هو ممكن يكون نفسي مثل ما قال الأخ اللي قبل شوي شارك معكم بتوتر وغيره، يعني أحيانا لما يكون الواحد عنده أكثر من شغل في يوم معين، يعني أنا أتوقع أن يمكن يكون شيء طبيعي هذا أنه ينسى هذا الشغل اللي عنده وين بيروح أو وين، يعني يتلخبط. صحيح. ماجد أنا بقاطعك شوية، ما شاء الله تبارك الرحمن قلت عندك ذاكرة قوية. في مقولة في كذا عبارة تقول لا تحسدوا أصحاب الذاكرة القوية، فهم يواجهون صعوبة في نسيان ذكرياتهم المؤلمة. ها إيش رأيك يا ماجد؟ والله بالفعل صحيحة. أنت معاني يعني؟ صحيحة وأكيد لك إياها 100% بعد. الله يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا لك يا ماجد. شكرا لك يا ماجد. تسلم لي. تسلم. شكرا ماجد. شكرا. جميل جدا مستمعينا. أروح للرسائل النصية وأشكر كل من يتابعنا ويتواصل معنا. رسالة تقول أنا كثير نسيان لكن قمت أسجل الأشياء المهمة في نوت، ولكم تحياتي أبو ماجد البيماني. شكرا لك يا أبو ماجد، هذه طريقة جدا حلوة الواحد فعلا ممكن يستخدمها لحل مشكلة النسيان، أنه يسجل الأشياء المهمة في دفتر ملاحظاته. أيضا رسالة تقول يجب استخدام مذكرة معينة مثل ما أنا الحين جالس أعالج النسيان نفس الطريقة. شكرا لك. رسالة أيضا تقول مساء الخير لكم جميعا، النسيان نعمة، إذا ناسي شيء قوم وتوضأ وجربوها أبو هدى أحسنت، لأنه فعلا الواحد لما يسترخي تطفو عنده المعلومات ويتذكر وين حاط الأشياء، لذلك هذه طريقة جدا رائعة للواحد يدخل في يعني مرحلة الاسترخاء وبالتالي تطلع عنده المعلومات. أيضا رسالة تقول شكرا على البرنامج الرائع نسيان نعمة، قد تتقلب إلى نقمة، هناك خطوات للتغلب على النسيان، أولا ترك المعاصي، قراءة القرآن، التغذية السليمة، الابتعاد عن الهموم، أكل الزبيب الأسود واللبان والزنجبيل، هذه كلها تحسن ما شاء الله. الذاكرة. رسالة من ياسر بن طالب الراشدي، أشكرك جدا يا ياسر، شكرا على النصائح والمعلومات القيمة. شكرا إذا لك يا ياسر وشكرا على هذه المعلومات القيمة. ما أدري كأنك سمعت شيء يا أيمن. جميل جدا بالفعل. إذا لا تمروا إلى بالعصاية على أم راسك حدقدقها، كنت فين يا ولد؟ كنت بيروت. تعمل ايه بيروت؟ ذاكر مع واحد صاحبي. يا سلام، متعرفش تذاكر ان في مراقع عالي البحر؟ عنديش كتاب جغرافي، الكتاب بتاع الوزارة ما بفهمش منه حاجة. هو مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. اعمل ايه؟ لا العفو اصلك هتنجح، يبقى تعالى اعملني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده. ايه قصد؟ لا لينجح، فاهم انه هينجح يعني. لا لا يا حبيبي لا. ايه مقصد؟ ده يا اخويا اتنيل علي امي وقصد. لا يا عينيا هتنفعني انت لما اسقط؟ لا يا حبيبي هتخش الجرعه بتاعي لما اسقط؟ لا يا نور عينيا، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت. اديك قلتها اهو بعضمه لسانك، لازم اشخف فيك يعني؟ قله الادب والمسخره بتاعت النصوص بتوع العيال دي. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. يا جدع، وكان عندك ده جدع، عندك ده جدع. أنا أقلبها لكم هنا بقى. أنت روح هناك، روح هناك. وده حاجة، ما كنت كويس، قاعد كويس. سولف معانا. سولف معانا. من الأحد إلى الخميس. من الواحدة وحتى الثانية ظهراً. على الهواء. تحية مسائية مجددة لكم مستمعينا، لكل من يسمعنا الحين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان عبر التردد 94.4. طبعا نسيان نعمة وهبنا الله إياها، حتى لا نقضي ما تبقى من أعمارنا نتحسر على فقد أحبة ونتجرع من خلالها صنوف الألم. فكثير من المواقف المؤلمة في حياتنا نعتقد للوهلة الأولى أننا سنظل أسارى لها، وأن أعمارنا ستمضي ونحن نرتدي ثياب الحزن السوداء، إلا أننا سرعان ما ننسى كل تلك المواقف المؤلمة في حياتنا وتصبح بالنسبة لنا ذات يوم في عداد الذكريات.
أكيد النسيان نعمة للأحداث المؤلمة اللي مرت في حياتنا، ولكن هل نقول أيضا إذا مبلغ ما أعرف وين حطيته هنا النسيان نعمة؟ أتخيل بصراحة هنا أنا بكفخة كذا، أنا مضيع مبلغ وتيجي تقولي والله النسيان نعمة. بالعكس هنا أنا أريد بعض الطرق اللي تساعدني على أني أتذكر الـ يعني المعلومة أستحضرها. أنا أعرف واحدة تقول دائما أضيع مفتاحي، لذلك تعلمت أنه لما أجي أحط مفتاحي أحطه وأنا مركزة وأكلم نفسي أنه حاطة مفتاحي هنا وأدق كذا على المكان، يعني أن المفتاح هنا موجود هنا. فتقول من يومها ما أنسى المفتاح، على طول أتذكر. ليش؟ لأنه ما تركت الشيء ورحت عنه مشغول بشيء آخر، هنا طبيعي أني أنسى. لكن لما أكون مركز وأعمل صوت وأكلم نفسي طبيعي أنا ما راح أنسى، أكون حاضر الذهن خلاص وأركز فعلا. بس عايدة يقول لك واحد والله أنا عندي ذكريات مثلا يعني ذكرى معينة مؤلمة وحزينة جدا وجدا، لكن وأحاول قدر الإمكان أني أنسى هذه الذكرى، بس للأسف الشديد أنا ما قادر أبدا، ما قادر. يتعذر روح القديم روح. اسمي كايمن عموما، فيعاني جدا يعني من هالشيء. ما اعرف هل في حلول معينه نقدر نساعده فيها، انه والله كيف اقدر انسى ذكرى معينه حزينه مرت علي في حياتي؟ والله في حلول كثيرة، يمكن كذا في برامج سابقة تطرقنا إليها وتعلمناها، أنه ممكن تروح تكتب المشكلة في ورقة ومزقها، واستمتع وانت تمزق الورقة وارميها يعني في أي مكان في زبالة تكرمه. المهم أنه في فعلا بعض الطرق العلاجية اللي تساعد الواحد أنه ينسى في مثل هذه الحالات، أو أنه يسعى قدر الإمكان أنه يبتعد عن المسببات الرئيسية لتلك اللي تخليه يتذكر هالأشياء، مثلا عطر معين، مكان معين لو راح على طول يتذكر، فيحاول قدر الإمكان يبتعد عن هذه الأشياء اللي يعني تخليه على طول مباشرة يستعيد الذكرى الحزينة اللي مر فيها. والله في الناس السابق. وصلت للوعي لدرجة أنه مع المسببات ما أتذكر، يعني حتى لو كانت المسببات موجودة بالعكس أبدأ يعني اليوم أقول والله ليش كانت تزعجني، ما عندي سالفة أني أنا كنت هذه الأمور أو هذه المسببات كأنها تثير عندي بعض الذكريات. يعني الناس فعلا صارت تبحث تتعلم حتى تساعد نفسها على العلاج. غادة ما أدري أنت معاني من هالمشكلة ولا كيف؟ أعاني أكثر شيء مثل ما خبرتكم في بداية الحلقة، يمكن في أيام الاختبارات يعني نذاكر وكذا، فمن يعني خلاص نستلم الورقة عشان نحل أجوبة على طول ننزك الإجابات تروح. ليش؟ لأنه ممكن تكوني متوترة مثل يمكن. ما قال الأخ المتصل أول يعني سبب يمكن ذكر في البرنامج أنه القلق والتوتر. وأيضا هناك أسباب كثيرة تراها على فكرة عايدة، نذكرها كذا على السريع، مثلا ضعف تثبيت المعلومة في الذهن، وهذه اللي النقطة الرئيسية اللي تتكلم فيها غادة أيام الاختبارات. الواحد دائما ينصح علشان يتذكر المعلومة ويستحضرها أيام الاختبارات لازم يكون يربطها بشيء معين، بصورة معينة، بحدث معين، بموقف معين يتخليه طبعا يسترجع هذه المعلومة وقت الاختبار. عموما أيضا هناك أسباب أخرى. رجع مرة ثانية، إيش قلت؟ تغريدة تقول النسيان نعمة، هذه تغريدة من فايز الوهاج أو معرف الوهاج. فايز عموما شكرا لك، شكرا على تغريدتك الجميلة. أيضا أبو عبد الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله دائما وشكره وحمده والصلاة على رسوله الكريم هو العلاج القطعي، باستمرارك لذكر الله. شكرا لك يا أبو عبد الله. هناك أيضا أسباب أخرى للنسيان مثلها سوء التغذية، في البعض يعني ما يتغذى بالطريقة الصحيحة، ومثلا أكل السكر والشوكولا واللحوم أثناء الفطور هذه لها تأثير جدا سلبي على الجسد وتسبب التعب الفكري. أيضا الوراثة والشيخوخة والكآبة وعدم الأمن والقلق المستمر. إذن أيضا يعني الواحد المفروض يدير باله حتى على الأكل، وإحنا دايما نسمع حتى أولادنا دايما ينصحوهم أيام الاختبارات أنه افطروا على الزبيب أو خذوا معاكم الزبيب، وقبل ما تدخلوا يعني اللجنة أو قاعة الامتحانات كلوا من هذا الزبيب، وإن شاء الله يمكن هي حتى إيش تساعدك نفسيا أنه أنا أعطي لنفسي بعض الإيحاءات اللي تساعدني على التذكر، ولا إيش رأيك سيف؟
كلامك فعلا صحيح عايدة، يعني الواحد يسعى قدر الإمكان أي وسيلة أي طريقة تخليه يستذكر يستحضر المعلومات يسعى أن يطبقه. وزين عندنا الحين معنا عندنا الواتساب، عندنا الإنترنت، عندنا يعني خلنا نقول حاجات كثيرة معلوماتية في هالزمن نقدر نستشف يعني، وأيضا ندخل هذه المواقع علشان طبعا نستحضر المعلومات هذه اللي تساعدنا طبعا على التذكر بين فترة. أنا على فكرة كنت مركز في شيء ثاني عايدة، كنت بقول يعني حاجة طريفة عن هنري أرسكين المدعي العام في اسكتلندا في أواخر القرن الثامن عشر، عشان كذا أنت فاجأتين على طول بسؤالك. نعم. عموما هذا هنري يعني تلقى علومه على يد أستاذ خاص اشتهر بضعف الذاكرة، أستاذ كان جدا بشكل كبير يعني ينسى. نعم. ينسى بشكل خيالي يعني خلنا نقول، لكن بعد زمن التقى أستاذ بعد أن تخرج وأصبح رئيسا للنيابة، فسأله الأستاذ: لقد علمت أن أحدا في عائلتك فقد توفي، فهل كان أنت أم أخوك؟ فتعجب من سؤال أستاذي وما كان من إلا أن أجابه: نعم لقد كنت أنا من توفى. فمد الأستاذ يده مصافحا تلميذه وقائلا: آسف جدا يا بني، أبلغ أهلك شديد حزني وتعازل. يعني لهذه الدرجة نسيان عنده. عموما احنا ناخذ فاصل مستمعين الأحبة، وإن شاء الله تعالى كذا تقضوا أوقات ممتعة بدون نسيان. ولا الأيامنا ذكرى نسيناكم، حنا تغيرنا ولا به شي رجعنا، خلاص اليوم نسيناكم. مدام انتو تغيرتو بعد حنا تغيرنا، ولا به شي رجعنا، خلاص اليوم نسيناكم. فما تفهمنا، خلاص اليوم نسيناكم. وقدرت الوفا والحب اللي جالكم منا، حسى فما تفهمنا، خلاص اليوم نسيناكم. سولف معنا، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية، على الهواء سولف معانا. أهلا بكم مستمعينا في برنامج سولف معانا، وسالفة اليوم حول طرق
لكم العلاجية اللي ابتكرتوها لحل مشكلة النسيان. لو نفتح طريق النسيان عند أي حد والله يقول يعني أو بيرد عليك إنه والله يعني سالفتنا سالفة مع النسيان، حصل لي موقف كذا وموقف كذا وموقف كذا. طيب إيش تعمل تجاه هذا النسيان؟ هل بتم طول العمر كذا يعني تنسى ومطوف السالفة، ولا ساعدت نفسك على حل مشكلة النسيان؟ وهذا موضوع سالفتنا إذن اليوم مستمعينا، علشان فقط نوصل لحل معين كذا نتغلب على هذه الظاهرة. للأسف الشديد صارت مش كثرة على فكرة، يعني يا ما تحصل ربعك أصدقائك يقولك والله أنا معاني جدا مع النسيان. إذا في أسباب معينة وفي هناك طرق علاج، فنحن نسعى قدر الإمكان إن شاء الله تعالى كذا يعني نمتثل بالنصائح الأطباء أو علماء النفس في هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى. إحنا مستمرين. يمكن ذكر الأسباب يخلي الواحد كذا يعني يدخل في مود الحزن لا سمح الله. الأسباب كثيرة طبعا، الانشغالات، المسؤوليات، ضغوطات الحياة هي اللي تخلي الواحد بالفعل إنه ما يركز وينسى. ومن ضمن يعني الأسباب اللي ذكروها المتصلين أو المتابعين لحلقتنا إنه عدم التركيز، ويعني أيضا القلق والتوتر والحلول اللي ذكرت أيضا خلال الحلقة. ممكن كتابة المعلومات المهمة في دفتر الملاحظات، وأيضا الدخول دائما في حالة الاسترخاء من خلال الأذكار، القراءة، ويعني من المعلومات الجميلة بالفعل اللي جاءتنا من المتابعين. أنا أرجع وأكد يعني من جديد عيد على سالفة الضغوطات اليومية. ها الإنسان من كثر المشاكل، الهموم، التعب، العمل وغيره، يوصل البيت تعبان خلاص، يطلع من الدوام وغيره. أحيانا في أشياء طبيعية على فكرة تصير أن واحد ينسى بعض الأشياء، لكن احرص دائما على انه في حاجة معينة مهمة وضرورية، احرص تماما على ايجاد طريقة معينة تذكرك فيها بين فترة او اخرى. ولا ما كذا ذكرتوني؟ ايوه ذكرك وليه انك حاضرين. غادة شو رأيك انت؟ صح اكيد، ومرات بعد سوء التغذية او قلة النوم تسبب النسيان، فدائما ننصح مستمعينا ايوه ان دائما يتغذوا بالاغذية المناسبة والصحية، وايضا النوم في وقت معين. و يعني ايضا تناول بعض خلينا نقول البندق واللوز على فكره من الاشياء الجميله اللي خلينا نقول تقوم من الخلايا العصبيه، وايضا تحمينا من الاصابه بالشيخوخه المبكره. جنبنا الله تعالى ان شاء الله تعالى كل هذه الامراض بمشيئه الله. في ناس تنسى اشياء معينه، ارقام تلفونات مثلا، اسماء، اماكن، يعني مخصصة أشياء معينة، هي هذه الأشياء بس اللي أنا أنساها. على فكرة ذكر ماجد عايدة قال أنا ما أنسى أي مكان أروحه زين، لكن في بعض الأشياء مثل موعد معين غلط على طول أنسى. ما أعرف، أنا أذكر يعني أيضا من المواقف اللي مر فيها في حياتنا في بعض الأشخاص عايدة وغادة، لو تعطيه مثلا بطاقة حياك زين او بطاقه اريده معين رقم مكون من 14 رقم زين، يحفظ لك اياه في ما شاء الله ما اقول لمح البصر، خلينا نقول 5 ثواني 6 ثواني، يحفظ الرقم مباشره على طول. لكن سبحان الله يعني لو جيت في امور ثانيه، موضوعات معينه مثلا المذاكره او الايام الاختبارات، ينسى. مع انه شوف الرقم هذا بيضل معه حتى لو اسبوع كامل، اسبوعين او حتى شهر، لو جيت وتساله عن الرقم راح يذكر لك اياه مباشرة. اما انه تذكره في اوقات المذاكرة الدراسة على طول ينسى. يمكن عدم تركيزه في الموضوع، او ان احنا أو يعني نحفظ الاشياء اللي نحبها. ايوه كثير اهتمامنا. صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، الشيء اللي تحبه على طول تحفظه مهما يكون. في اتصال مخرجنا ان شاء الله، اذا ناخذ اتصال. غادة ايوه مساء الخير. اهلين والله، الاخبار الحمد لله. عبد الله. الصوت عبد الله. ايوه عبد الله محمد راسي. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله والله تمام. ايش اخبارك مع النسيان؟ النسيان انا خلاص خليت له حد، لقيت حد للنسيان. كيف؟ عن طريق الراب طبعا. عن طريق الراب. ما شاء الله. لما جاتني يعني نسيت شيء في الاختبار وتذكرت بها عن طريق الراب، كنت مسوي مقطوعه ما شاء الله يعني التعريف الفارس. نعم. فتذكرتها، حتى يعني المراقب كان مستغرب يعني يقول لي شو جالس تسوي يعني انت؟ نعم. تمتم جالس كذا تحفظ راسي قاعد اتذكر يعني. نعم ما شاء الله. زين موضوعنا اليوم عن النسيان عبد الله. ايوه،
اكيد عندك حبيب. قبل لا اتكلم العراب، ما اعرف في موقف معين، حاجه ما زالت يعني تراودك فيما يخص النسيان، يعني شيء نسيت قصدك في مواقف معينه يعني صارت لك فيما مضى في هالموضوع؟ اكيد اكيد في مواقف يعني لو اعددها ما اقدر اعددها يعني. اها سبحان الله. يلا غادي تقول يلا يا سيف خليه على طول يبدا، حاضرين ولا يهمك، خلاص نسمع. يلا نسمع عبد الله. يلا اوكي. النسيان ناس غريبه تحب الجحدان، ناس تتعمد النسيان، المواقف الحلوه صارت تروح كذا كانها عميان، لا تنسى المواقف الحلوه، لا تنسى بتصير الحياه مره مره، حاول تتذكر لا تنسى او انك راح تتعكر، بالنسبه لطريقتي هي الراب اعبر فيها واتذكر يا للعجاب، ولو اتذكر لو اتذكر ما راح اقدر اعدد ما انواع النسيان، ما راح اقدر اعدد المتناسي، فكر وتصنع وسدد، التناسي هذا هو المرض، كذب وحقد ولفلفه ودوران هذا هو الغرض. الله 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 ما شاء الله عليك يا عبد الله، شكرا لك. انا فعلا يعني اغبط هذا الذكاء اللي فيك جداً انك جداً عرفت كيف تحل مشكله النسيان عندك. ما هو احنا لما نروح نعالج مشكله النسيان ينصحونا عشان ما تنسوا اربطوا المعلومه يا بالغناء او القصه او الخريطه الذهنيه او الربط، حركات الخيال. معلومه وحركه معينه بحيث اني انا ما اكرر الحركه مع معلومات اخرى. فشكرا لك يا عبد الله. شكرا لك وعلى السلامه. والشيء الحلو يعني لو لاحظتوا يعني من خلال الموضوعات الراب اللي يسويها، على فكره من تاليفه يعني ما شاء الله عليه، دائما يجيب لنا معلومه حلوه كذا، معلومات قيمه داخل الراب اللي هو يقول، مش فقط عبثا كذا فقط كلمات وحروف وينطقها، لا يجيب لنا اشياء. ذكر انه الصور الحلوه دائما لو حاولت تستحضر، ما تستحضر الاشياء اللي تصيبك الكدر والهم والغم، لا استحضر الاشياء والصور الحلوه اللي تعينك فعلا. وايضا ذكر اللي هو انواع النسيان، وذكر من ضمنها التناسي اللي ركز عليه هو طبعا في الرابع. ومن كل التحيه كل الشكر لك يا عبد الله. انا اتمنى كل العاملين في مجال التدريس يهتموا لمثل هذه الطرق اللي تساعد على حفظ المعلومات وتخزينها بشكل اسرع. يعني الغناء مثلا، ليش ما نحول المعلومه الى نشيد مثلا؟ ليش ما نحول المعلومه الى قصه؟ الخريطة الذهنية كذلك الربط. انا اذكر شخص حضرت له كذا محاضرة، يومين يشتغل علينا فقط ايش يعمل؟ المعلومة يربطها بحركة معينة، في اليوم الثالث هو يعمل الحركات احنا نقول المعلومات، سبحان الله، لانه ما يكرر المعلومة، يربط المعلومة بحركة معينة، حركة معينة. فهذه حركة جدا. انت ذكرتيني بزميلتي بعد ذكرتيني بزميلتي شايخ سيابي، لك التحية، امس قاسة ذاكر كذا واسمعها تلحن المعلومات تغني، ها فهي دائما تقول ايوه ان هذه الطريقة تساعدني ان استرجع المعلومة في وقت الاختبار. نعم. ايش اخبار الدكتور معنا؟ طيب اتصال، في اتصال. ايوه مساء الخير. طيب الله بالنور، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله طيب، ايش اخبارك؟ الله الحمد لله. الله يحييك، من يكلمنا؟ جمعة السعدي معي من جلال من ابو علي. يا مرحبا بك جمعة، كيف الحال؟ الحمد لله طيب، ايش اخبارك جمعة؟ طيب الحمد لله. جمعة كذا خبرنا عن مواقفك مع النسيان، اذا في موقف ما والله طال عمرك. اول كنت في الايام انت مثال الشيء اللي ودرس مثل شو مثل شو يا جماعه؟ كلمنا كذا وخلنا الصوره توضح اكثر، يعني مثل شو الاشياء اللي كنت تنساها بشكل دائم يعني ومستمر؟ اذا انا بودي زمان والله شيء، اذا شخص معين والله شيء انسى، اذا واحد يستخدم في تليفون والله شيء انسى. يقول ابغى ادري زمان كيف كان فلان فلان، اذا مثال معاملات حكومه. زين شو السبب يعني تتوقع؟ شو السبب يا جماعه؟ والله ما اعرف السبب. غريب عجل عدلت عمري، سويت دفتر اها وكتبت فيه العمل اليومي واستمريت الحمد لله بالعمل. اها يعني في طرق حاولت تبتكرها علشان يعني تعالج من هذا النسيان الدائم اللي يتمر فيه؟ والله عالجت الحمد لله. لا في طرق معينه، ما اقصد كعلاج، اقصد كطرق معينه انت لا 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 ابتكرتها بنفسك شخصيا عشان تساعدك انك ما تنسى يعني؟ لا الحمد لله ما نسيت بعدين، من سويت دفتر عده عمل اليومي اها جدول العمل استمريت. لأن أبغى أمشي مكان بعيد والله شيء، مثلا بروح مصر أبغى مكان مرة أنسى أعيد المكان هذي مرة نسيت. سبحان الله. يلا الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك يا جماعة. شكرا لك يا جماعة.
الحين معنا مستمعينا الدكتور أحمد عبد اللطيف، استشاري طب سلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس، يحدثنا حول بعض الحلول المقترحة من جهة الطب النفسي والسلوكي للتخفيف من حدة النسيان لدى البعض. دكتور مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. إحنا اليوم موضوعنا حول طرق علاجية، يمكن أحيانا الواحد من كثر ما يعاني من مشكلة النسيان يبتكر لنفسه بعض الطرق العلاجية اللي تساعده على حل هذه المشكلة. من يعني وجهة نظركم أنتو دكتور، كيف ممكن الواحد يعني يتغلب على مشكلة النسيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا النسيان هو ربما يعني جزء من حياة الإنسان، وأحيانا قد يكون طبعا في جوانب إيجابية، لكن طبعا حتى نساعد أنفسنا ونكون أقوياء في التذكر علينا أيضا أولا نستعين بمعينات، وأفضل أنواع المعينات هي القلم. إذا الإنسان يستطيع أن يكتب يعني جدول أعماله، يكتب الأشياء المهمات التي يجب عليه أن يعملها، وكذلك حسب الأولويات طبعا يقسم مع تقسيم هذه المهمات، وكذلك وضع إذا استطاع يعني جدول زمني في يعني إتمام هذه المهام التي عليه يعني يؤديها خلال مثلا اليوم، خلال الأسبوع، خلال الشهر، خلال إذا حتى سنة يعني. فهذه كلها في النهاية تساعد. كذلك هناك طرق متقدمة جدا في أظن تساعد على تقوية الذاكرة مثل الخارطة الذهنية. ربما الطلاب أكثر يعني هذه تنفعهم أكثر في الخاصة في الأداء الامتحانات وتذكر المناهج وما إلى ذلك. الخارطة الذهنية يعني طبعا هي حاجة سهلة جدا، وهي مبنية على كان طالب أول من ابتكرها طالب، وفعلا يعني أثبتت يعني وجودها، وأصبحت الآن يعني كأنها يعني طبعا معتمدة عالميا. يعني فالصور أيضا الإنسان ربما يعني يحط مهام يربطها بصور، صور تعين العقل على التذكر كذلك. صحيح. العقل البشري يعني يعتمد على التصور وعلى الخيال. نعم. أهم حاجة حقيقة في تقوية الذاكرة الإنسان عليه أن يأخذ قسط كافي من الراحة، وعليه أن يأخذ قسط كافي من النوم كذلك، وابتعد بقدر الإمكان عن الأشياء التي تعمل ضغط نفسي. بالإضافة طبعا ممارسة الرياضة مهم جدا، الغذاء الصحي مهم جدا، كذلك الابتسامة والضحك أيضا تساعد على تقوية الذاكرة. الابتسامة والضحك ليش دكتور؟ ليش احنا نسمع دائما انه الابتسامة تساعد على انه المعلومة توصل بشكل أسرع او تحفظ بشكل أسرع ل 14 مرة اعتقد يعني؟ صح؟ بالضبط. يعني بالفعل لما يبتسم الإنسان طبعا تخرج مادة تسمى الأندورفين. المادة هذه هي تساعد على تقليل الألم طبعا النفسي بشكل عام، وأيضا حتى الألم العضوي، وهي مترافقة مع الابتسامة وطبعا أيضا مع الضحك. لذلك الإنسان يعني يحاول يعني في الابتسام اليوم عدة مرات ويكون متفائل وهو مقبل على الحياة. التفاؤل كذلك يساعد على تقوية الذاكرة، أيضا يبرمج نفسه بأفكار إيجابية باستمرار. جميل. يعني أنا لاحظ بعض الناس دائما يقول أنا ما أحفظ، أنا ما أحفظ، أنا كثير نسيان. أحسنت. أنا يمكن كنت أركز على هذا السؤال أيضا، أنه هل هناك يعني بعض العوامل أو الإيحاءات اللي تفاقم من مشكلة النسيان مثل التركيز على كلمة أنا كثير النسيان؟ بالضبط. يعني هو علينا أن نتجنب أي حاجة ما بعد أنا سلبي. يعني أي كلمة أو فكرة قصدي ما بعد كلمة أنا سلبية علينا نتجنبها. إذا أردنا نستعمل أنا نستعمل ما بعدها إيجابي. نعم. يعني لأنه التفكير الإيجابي طبعا هو أساس تقدم الإنسان في الحياة. صحيح. طيب دكتور، نتيجة النسيان المتكرر تخلي الشخص يعيش في حالة نفسية خوفا من أنه يكون مصاب بالشيخوخة، وش تعليقك على الموضوع؟ طبعا هو الزهايمر هذه اللي هو الخرف، زي الخرف يصاب به 10% من الأشخاص اللي هم طبعا قد يكون فوق 65 سنة أو ما أحيانا مبكر قد يظهر في الأربعينات وما إلى ذلك. لا طبعا لها أسباب الزهايمر أو زاء الخرف، وأغلب أسبابه يعني ممكن الإنسان يتجنبها عن طريق الغذاء الصحي كما ذكرت بعض النقاط السابقة، لها أيضا دور في الوقاية. نعم دكتور، في سؤال من مرسل يقول المرسل محمد تيمور المعشني، هل معلومة مضغ العلكة تسبب النسيان؟ ليس بتلك الصحة يعني. نعم. لكن ربما لأنه وجه الإنسان فيه عضلات كذلك، يعني أحيانا إراحة العضلات أفضل من إجهاد العضلات. نعم. فالوجه الإنسان فيه 83 عضلة،
ذكرنا ايضا الابتسامه قبل قليل. نعم. ابتسامه يعني لما يبتسم الانسان تتحرك من 83 عضله 13 عضله 70 عضله ترتاح. نعم. يعني معنى كل ما كان ايضا الانسان نفسيا مرتاح جسديا مرتاح صورة افضل. حتى العلكه احيانا المبالغه فيها تؤدي الى ارهاق وايضا نوع من ارهاق العضلات طبعا. نعم. وهذا يؤدي الى افراز مواد قد تسبب ايضا مزيد من ال. دكتور احمد يعني لو ما علي لو قاطعك شوي يعني ارجع شوي انا لموضوع غادة عن موضوع الشيخوخه يعني مفرده خطيره وخلنا نقول مفرده مخوفه يعني تخوف الشخص لما يسمع مفهوم الشيخوخه المبكره. فزين لو نعطي يعني كده معلومه بسيطه للمستمعين الحين اللي يستمعوا علينا عن مفهوم الشيخوخة المبكرة متى تكون بالضبط؟ الشيخوخة المبكرة هي التي تظهر في يعني من 40 إلى 45 سنة تقريبا وأحيانا قد تظهر بشكل يعني مبكر إذا تعرض الإنسان لأذية في الدماغ. نعم. لكن طبعا هذه المفهوم أنه من 40 إلى 45 هذا سن الشيخوخة المبكرة. نعم. لكن طبعا كما ذكرت لكم لها أسباب كثيرة يعني من ضمنها الأسباب حتى الغذائية لها دور يعني نقص فيتامينات تسبب يظل كذلك ضغوطات كثرة ضغوطات على الإنسان وعدم قدرته على تجاوزها تؤدي إلى إفرازات سلبية داخل جسم الإنسان. نعم. لها أيضا تأثير يعني كل ما أخذنا الحياة ببساطة كل ما كنا أيضا سعداء أكثر. نعم. دكتور أحمد عبد اللطيف استشاري طب سلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس شكرا لك شكرا على وقتك ومعلوماتك القيمة. العفو والله حياكم الله. مع السلامة دكتور. مع السلامة. أبنساكم أبنساكم وبنسى أيامي وياكم أبنساكم أبنساكم وبنسى أيامي وياكم يقول من يستمع لنا عبر الأثير عبر التردد 94.4 سالفتنا لليوم عن النسيان. هذا الموضوع المهم جدا بسبب الفترة الأخيرة خلنا نقول في هذا الزمن يعني هذه الظاهرة بشكل كبير موجودة بسبب مثل ما ذكرنا ضغوطات الحياة اليومية المشاكل الهموم التوتر القلق وغيرها الكثير الكثير. عموما احنا مستمرين معاكم على 90484 نتلقى رسائلكم وعلى الرقم 2460 2464 0233. شفتوا نسيت انا 2464 0234 ايضا الرقم الاخر. عموما مستمرين ومتواصلين واوقات دائما كذا ممتعه نقضيها بصحبتكم واكيد بتفاعلكم وتواصلكم ومشاركاتكم لنا ايضا عبر تويتر عبر الوسم سولف معنا. سالم السيباني تغريدة تقول السلام عليكم شكرا على الموضوع الطيب. لو ما نعمت النسيان كان بتصبح قلوب الناس شايلة على بعضها. حتى في القرآن الكريم ذكر النسيان في قصة الحوت. شكرا لك يا سالم. أيضا تغريدة من غدير تقول أتذكر الأشخاص اللي كانوا معي في الموقف علشان يذكروني إيش صار في الموقف. والله حركة حلوة الصراحة إنه من كان معي أروح أسألهم إنه تذكروا الشيء الفلاني وين حطيت الشيء الفلاني فيذكروها. حلو إنه حتى هذه طريقة ترى الواحد حتى يروح يجلس مع نفسه ويحاول يتذكر وين كنت إيش عملت مين كان معي إيش قلنا.
شوية شوية الواحد فعلا يتذكر المعلومة. وحتى من خلنا نقول الباحثين خلنا وعلماء النفس أيضا يعني أوصوا يعني ما فقط يعني تحاول قدر الإمكان أنك تتذكر شيء فقدته خلاص، لا، المسألة عشان تقوى أيضا من ذاكرتك أنك لو تروح مكان معين، موقع معين سياحي مثلا، لما ترجع البيت قبل لا تنام حاول قدر الإمكان أنك تسترجع جميع التفاصيل والذكريات والمواقف اللي صارت لك ذاك اليوم عشان تثبتها وتكون راسخة تماما في الذهن والذاكرة. صحيح يا غادة؟ صحيح. بعد في مواقف تحدث يعني في حياة الشخص يتمنى لو أنها لم تحدث ويتألم منها بشدة، هنا الواحد يكون مجبر عليها ودائما نلوم نفسنا رغم أنه ما يكون لنا ذنب في أحيانا هذه. يكون ما لنا ذنب أبدا في الموقف اللي صار، في الذكرى اللي صارت، ولكن أحيانا نسترجع بين فترة أخرى. فالشاطر هنا اللي هو يقدر فعلا يقدر تماما أنه يتناسى تلك الذكرى أو الموقف الحزين المؤلم. رسالة من نبض الأمل تقول: بالنسيان صرت أبتكر سبيلا للنجاح على طريق كنت قد فشلت فيه ذات يوم، بابتكار حيلة للفشل أبلغ بها قمة النجاح. شكرا لك يا نبض. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ومما قيل في النسيان قول جميل بثينة، قول جميل بثينة: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. أتمنى أكون قريت، أنت أخبر مني سيف في الأبيات والشعر. رسالة من سعيد بن عزيز الهشامي: شكرا لك يا سعيد، وعذرني يعني يمكن أكون ما وصلت الفكرة مثل ما أنت حاب توصلها، ولكن شكرا على المشاركة. شكرا لكم على التواصل. ما أعرف ذكرت غادة أن زميلتك شايخ في السكن بين فترة وأخرى كذا عشان تتذكر المعلومة تلحن أو تغني المعلومة بشكل معين بحيث أن تستحضرها أنت شخصيا بما أنك أيضا تدرسي، زين ما أعرف الطريقة اللي أيضا تتبعيها. هو طبعا أنا أول شيء ذاكر المادة نفسها، أحاول أعطي نفسي اختبار يعني أسوي أسئلة لنفسي عشان أحلها، وبهالطريقة أنا ما أنساها خلاص. بس إذا كان في توتر شوي في بداية الاختبار أو قلق خوف من المادة لازم بيكون في نسيان يعني. نعم، إذن مستمعينا كذا يعني راح نجمع كل المعلومات اللي تعلمناها من خلال بعض المتصلين وطرقهم، أيضا يعني نصائح الدكتور أحمد عبد اللطيف، طبعا ذكر نصائح كثيرة. أولا نهتم بالصحة، نبتعد عن الإيحاءات اللي تساعدنا على يعني تفاقم مشكلة النسيان، مثل ذكر كثير أني أنا كثير النسيان لذلك ما راح تنحل المشكلة. أيضا الابتسامة من العوامل المساعدة على حل مشكلة النسيان. أيضا تلحين المعلومة، تحويل المعلومة إلى قصة، الخارطة الذهنية، ربط المعلومات مع بعض، الابتسامة توصل المعلومة يعني بشكل أسرع ل 14 مرة، يعني إذا كانت المعلومة تصل وأنت شكلك يعني عبوس توصل مرة، فعلا مع الابتسامة تصل 14 مرة. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن أيضا فيما يتعلق بتناول الأغذية الصحية السليمة، خلنا نقول ينصح باستهلاك طبعا وتناول الأسماك والخضار والفواكه، وأيضا ينصح بتناول أطعمة خفيفة على العشاء، تناول الأسماك على الأقل 3 مرات أسبوعيا بالإضافة إلى بعض الفواكه كاللوز والبندق، لأنها مواد تدخل في تكوين غشاء الخلايا العصبية وتحمي من الإصابة بمرض الزهايمر. أيضا تناول أطعمة غنية بالحديد كاللحوم والحمراء والخضار، لأن الحديد يساهم في نقل الأكسجين إلى الدماغ. احنا نشكر كل من تابعنا وتواصل معنا مستمعينا، وهذه تحية من فريق العمل: إيمان الحسنية، عايدة البلوشية، سيف الفوري، وغادة الهوتية، وأحمد الحديدي، وفي الإخراج أيمن الحرسي. لح الله الفراق ولا رعاه، وكم قد شك قلبي بالنبالي، أقاتل كل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا قتال. موعدنا بمشيئة الله تعالى يتجدد بكم أيها الأحبة يوم غد في سالفة أخرى جديدة. إلى الملتقى. وصلنا أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله راح نكون معاكم غدا في نفس الموعد، وإلى اللقاء. أنت حبيبي أهوى طبعاً، إيه أهوى كنت نصيبي، هذا اللي نقص عليك غيروني عيوني يا أبو نساء، قل لهم إني أحبك.
يكون في دربك واسع قلبك وميت فيك بنساك لأني لك ألبس ملبس النسيان ما أبغاك لأني الآن نرفض عيشة الحرمان بنساك لأني لك ألبس ملبس النسيان وما أبغاك لأني الآن نرفض عيشة الحرمان ما أبغاك يكفيني تعب ما أبغاك لو أنك ذهب أنا ما أبغاك ويكفيني تعب ما أبغاك لو أنك ذهب بنساك لأني لك ألبس ملبس النسيان ما أبغاك لأني الآن أرفض عيشة الحرمان أرفض عيشة الحرمان كانك قدرت تجمع سنين اللي مضت كانك قدرت تسقيها روح اللي ضمت كانك قدرت تجمع سنين اللي مضت كانك قدرت تسقيها روح اللي ضمت حتى لو انك قدرت